نريد أن نخطط لعبادة أي شيء يلهي الناس عن إبراهيم وعن دعوة الحق التي جاء بها. علينا أن نفعل أي شيء لنصرف الناس عنه ونشجعهم على الشرك بالله وفعل المعاصي. لابد أن نجعلهم ينغمسون في عبادة الأصنام فيعكفون عليها ويتعبدون لها ويستغيثون بها ويحجون إليها ويطوفون حولها. علينا أن نزين لهم العاصي لينغمسوا في الخمر والميسر والشهوات. أيوة، سنغير ما شرع في دين إبراهيم، فنحرم ما أحل الله من الأنعام ونجعلهم يقدمونها نذرا للآلهة. نريد أن نفسد عليهم عقيدتهم بأن الله ليس بواحد أحد، وندعي أن له صاحبة من الجن وأن له بنات من الملائكة، ونفسد عليهم توكلهم على الله فنجعلهم يعتمدون في اتخاذ قراراتهم على الأزلام والأقداح، ونضعف لديهم مبدأ اللجوء إلى الله ونصرفهم عنه وعن الدعاء، ونجعلهم يعتمدون على أخبار الكهنة والمنجمين، ونجعلهم يتطيرون ويتشاءمون. هيا بنا جميعا إلى إفساد بني آدم، وسأبدأ أنا بإفساد الجراهمة في مكة. وانتشرت الشياطين في الأرض في كل مكان لتجعل الناس يبتعدون عن دين إبراهيم. لقد ساء أمر قبيلة جر بمكة، فأشركوا بالله وظلموا الوافدين واستحلوا مال الكعبة، وكانت مكة لا يقر فيها ظلم ولا يبغي فيها أحد إلا أخرج منها. ولما انتهى أمر جرهم إلى إجلائهم من مكة، سدوا بئر زمزم وأخفوا موضعه، وظل كذلك مئات السنين حتى أعاده عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. وصارت ولاية البيت إلى خزاعة بعد الجراهمة، وكانوا أيضاً على دين إبراهيم وإسماعيل قروناً طويلة، حتى نشأ فيهم عمرو بن لحي الذي ابتدع الشرك وغير دين إبراهيم وجلب الأصنام إلى مكة. نشرب الخمر ثم نغير على هذه القبيلة، نأخذ نساءها ونسرق أموالها ثم نرابي بها، أو نلعب بها الميسر، أو نشتري بها البغايا والإماء. ما أسهل سفك الدماء، فهيا اتركها اتركها وإلا قتلت. أيها العبد الأسود، مت ميتة العبيد الحقراء. ربما جاء عليكم زمن تساويتم فيه مع الحقراء من العبيد. اشفي هذا الغلام يا هبل. كان هذا حال أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يا إلهي،
ارزقني الذرية الصالحة والمال والعزة والجاه. لا، ما كان الله ليدع العالم هكذا. فيا ترى من ذا الذي اختارته العناية الإلهية والرحمة الربانية ليخلص هذا العالم المضطرب المظلم الخائف الذي أمسى على جرف هار؟ إنه نبي التوحيد ونبي الرحمة، إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عام الفيل جاء أبرهة الأشرم بجيشه ليهدم بيت الله الحرام، فحمى الله بيته كرامة لرسول الله الذي سيخرج من هذا المكان، وأرسل الله عليهم طير الأبابيل. وفي هذا العام بعد مئات السنين تم إعادة حفر بئر زمزم على يد جده عبد المطلب. سيدي عبد المطلب، لقد ولدت آمنة طفلاً وجهه كالبدر. لعله عوضا لنا عن موت أبيه عبد الله. كتب عليك يا ولدي أن تولد يتيماً. ماذا سنسميه؟ سأسميه محمداً. لقد أعتق عمه أبو لهب جاريته ثويبة، فقد فرح بمولده فرحاً شديداً. أريد أن يشب في بيئة سليمة صحية ويتعلم العربية، فالتمسوا له المرادع. سيدي عبد المطلب، لقد أخذته حليمة السعدية ليسترضع عندها في بادية بني سعد. وظل النبي في كفالة عمه أبي طالب يرعى الأغنام بعد وفاة أمه وجده، وتزوج صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد، وبعدها اشترك في حلف الفضول وشارك في بناء الكعبة بعد تصدعها